مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية. قضية الصحراء المغربية، إجماع وطني وتعبئة متواصلة ضد كل مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة. التعبئة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة تتصدر برنامج عمل البرلمان بمجلسيها خلال افتتاح الدورة التشريعية الربيعية. تساقطات ثلجية ومطرية هامة تشهدها العديد من مناطق المملكة، والأرصاد الجوية الوطنية تتوقع استمرار الطقس الماطر إلى غاية السادسة من صباح الغد. تتويج العداء المغربي رشيد المربطي بطل للدورة 33 لماراثون الرمال في أعقاب المرحلة الخامسة والأخيرة. أهلا بكم. إجماع وطني حول قضيتنا الوطنية الأولى ورفض حازم وصارم من كل مكونات المجتمع المغربي لكل مناورات خصوم وحدتنا الترابية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة. قضيتنا الوطنية الأولى هي محط إجماع وتعبئة وطنية شاملة لصد كل الاستفزازات. تقرير عبد الله شقر وياسين مرافق. التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تهديد صريح لوقف إطلاق النار وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإفشال للعملية السياسية. استفزازات غير مقبولة لعناصر البوليساريو تشكل تهديدا للأمن والسلم بالمنطقة، خاصة وأن تقارير دولية أكدت غير ما مر تورط ميليشيات البوليساريو في شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. المنطقة مهددة كثيرا بالجماعات الإرهابية، وكما نعرف أن هناك تواصل كبير ما بين جبهة البوليساريو وهذه الجماعات الإرهابية، وهذا لا يخفى كثيرا على المنتظم الدولي، وبالتالي فإن المغرب اليوم في موقع قوي انطلاقا من ذكائه والوسائل التكنولوجية المتوفرة من أقمار اصطناعية استطاع كشف هذا المخطط وأمام المنتظم الدولي ووضع المنتظم الدولي أمام مسؤولياته. في مقابل هذه المحاولات اليائسة، إجماع وطني باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها على رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات، وتنبيه للمنتظم الدولي بمحاولات ميليشيات البوليساريو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع. لاحظنا تعبئة شاملة للقوى الوطنية والأحزاب السياسية من خلال الذي تم اللقاء الذي تم عقده في العيون، من خلال إعلان العيون الذي أكد على أن كل القوى الوطنية هي بطبيعة الحال متشبثة بالوحدة الترابية ومتشبثة كذلك بالدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في قضية وحدتنا الترابية. لا ننسى كذلك أنه اليوم أهم القوى العظمى على مستوى مجلس الأمن هي تؤيد الحل السياسي، وبالتالي هذا مكسب المغرب. ولاحظنا بالفعل بأن البوليساريو هذا الوضع الآن الدولي ربما أيضا أصبح يقلقها ويقلق حتى مدعميها. المغرب قدم للأمين العام للأمم المتحدة ومن خلاله للمنتظم الدولي الوقائع والأدلة المتعلقة بهذه التحركات غير المقبولة، وفي ذلك تنبيه ودعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم في منع هذا التحدي الصارخ للشرعية الدولية والقرارات الأممية، وقبله تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة. الوحدة الترابية للمملكة كانت أيضا حاضرة في افتتاح الدورة التشريعية الثانية لمجلس النواب، والتي تلتها جلسة عمومية أخرى خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. شهاب بزريوح والعرب النهيري. الجلسة الافتتاحية استهلت بالنشيد الوطني وتميزت بكلمة استعرض فيها رئيس مجلس النواب التطورات التي تشهدها قضية وحدتنا الترابية، وخلالها تأكيد على أن المغرب بكل مكوناته كان حازما في الرد على الاستفزازات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة. فإن افتتاح هذه الدورة
يتم في سياق وطني تميزه التعبئة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ما يجعل هذا الموضوع يتصدر الأجندة الوطنية، ومنها بالطبع برنامج عمل مجلس النواب. فكما نتابع ونعيش جميعنا كمغاربة وكذلك كمكونات سياسية وممثلين للمواطنين، تعرف قضيتنا الوطنية تطورات خاصة تتمثل في الاستفزازات التي يمارسها خصوم وحدتنا الترابية الذين يحاولون وضع بلادنا أمام الأمر الواقع. وخلال هذه الجلسة تعبير متجدد عن تعبئة وانخراط المؤسسة التشريعية في الدفاع عن القضية الوطنية في كل المحافل الدولية. تعبئة ديال السادة النواب وعلى الإجماع حول الوحدة الترابية من خلال يعني المستجدات ديال القضية الوطنية، وطبعا جاء فيه تليه دورة خلال الدورة الربيعية دورة عادية من أجل التصويت على 6 مشاريع قوانين تكملة ديال ما أنجز في الدورة السابقة، وسيتم في واحد العدد ديال واحد الترسانة ديال واحد العدد ديال القوانين، سواء اللي مشات للغرفة الثانية وغترجع أو اللي عندنا بصدد الدراسة والتصويت عليها داخل اللجان الدائمة. كما أن هذه الدورة بالخصوص عندها واحد طابع خاص فيما يخص قضية الوحدة الوطنية. كما شدد الحبيب الملكي على أن المجلس سيواصل في أداء مهامه الرقابية على مستوى الجلسات العامة وفي إطار اللجان الدائمة. مناقشة مجموعة من مشاريع قوانين اللي عندها أهمية بالغة، ومن بينها القانون الأمازيغية، قانون الإضراب، نفعله الدبلوماسية الموازية وخاصة الدبلوماسية البرلمانية، تفعيل دور ديال الشعب فيما يخص كما قلت القضايا الكبرى لبلادنا وفي مقدمتها الوحدة الترابية. هناك أيضا مجموعة من الرهانات وإعطاء الأهمية لمقترحة القوانين، بحيث الدستور تقول بأنه على الأقل شهريا مقترح قانون، وتنشوف اليوم بأنه لحد الآن يلاه يعني تمت المصادقة على مقترحين يتيمين. احنا تنتظروا انه تكون واحد التفاعل ايجابي ديال الحكومه مع مقترحات القوانين اللي الان وصلت لاكثر من 80 مقترح قانون. انتظارتنا كبيره، اولا على مستوى تفاعل الحكومه، ضروره تفاعل الحكومه مع مقترحات القوانين اللي تقدم بها الساده النواب من اجل اغناء العمل التشريعي وكذلك تصويره واغنائه حتى باش يكون عنده وقع عند المغاربه، لانه عرفوا بان النواب بالفعل يقومون بالعمل التشريعي. ثانيا ضروره إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية، خصوصا القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. الجلسة الافتتاحية تلتها مباشرة جلسة عامة، حيث تم التصويت على عدد من مشاريع القوانين الجاهزة وأبرزها مشروع قانون يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة. بدوره عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية خصصت لافتتاح دورة أبريل، والتي توقفت في بدايتها عند تطورات ملف القضية الوطنية. عماد أمسمير وعبد الرحيم فيلول. افتتاح دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2018 استهل بعزف النشيد الوطني، وتميز بالإشادة والتنويه بالمضامين الدالة للرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات التي تعرفها المنطقة العازلة، وباللقاء الوطني التعبوي للأحزاب السياسية والمنتخبين وشيوخ القبائل والأعيان بمدينة العيون، والذي انبثق عنه إعلان العيون. هذه الدورة غادي يكون فيها يعني تأكيد أقوى وتشديد أقوى على الواجهة العمل اللي مرتبطة بالدبلوماسية البرلمانية لأسباب كتعرفوها متعلقة بالتطورات والمستجدات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية وبالاستفزازات التي يصر البوليزاريو على القيام بها.
افتتاح الدورة عرف أيضا التذكير بجدول أعمالها والذي يضم 22 مشروع قانون و45 مقترح قانون موزعة على اللجان الدائمة تهم مختلف المناحي الاقتصادية الاجتماعية والبيئية. هناك مجموعة من القوانين التي ينبغي أن نعمل جميعا بتعاون مع مختلف مكونات مجلس المستشارين من أجل التسريع بها. كنتكلموا على القانون ديال التكوين المستمر اللي مع الأسف الشديد كان خصو يتصدق عليه في الدورة الاستثنائية ورجع لآل اللجنة. كنتكلموا على واحد القانون مهم جدا اللي شهور هو الآن في مجلس المستشارين دون أن يعرف طريقه المصادقة، هو القانون ديال متعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، بالإضافة للقوانين ومشاريع القوانين ومقترحات قوانين اللي تنتظروا باش تكون يعني قوانين مهمة اللي تتعلق بالتشغيل. وما أدرك ما تشغيل، كاين واحد النسبة كبيرة ديال الشباب واللي تنتظر يعني حلول عملية. الآن تنتمنوا أن هذه الدورة والحكومة تجاوب مع المطالب ديال المجتمع المغربي أحسن تجاوب باش نعالجوا مجموعة ديال القضايا والمشاكل للجميع ينتظروا. ينضاف إلى ذلك القوانين المقدمة بمبادرة من أعضاء المجلس تطبيقا للفصل 82 من الدستور وعمل اللجان المؤقتة. مشاريع القوانين تأتينا بمبادرة من الحكومة، ولكن الديمقراطية كذلك تقتضي أنه مقترحات القوانين اللي هي بمبادرة من الفرق يجب كذلك أن تعرض على اللجان المختصة من أجل أنه يكون واحد نوع من التوازن. وهنا من باب الإنصاف أقول بأنه الدورتين، من ما نقول الدورتين يعني البرلمان ليس في يعني في عطالة، فالبرلمان يشتغل بين الدورتين، اللجان البرلمانية تشتغل. نراهن على أولا أن نستمر في المساهمة الفعلية داخل اللجان في تجويد كل مشاريع القوانين المقترحة من جهة، ومن جهة ثانية أن نساهم في الاستمرار في المراقبة التشريعية الذي يقوم بها المستشارين على دور الحكومة. مجلس المستشارين يؤكد خلال افتتاح دورة أبريل على أنه سيكون حاضرا للاطلاع بدوره الدستوري في مختلف الواجهات، سواء في إطار مراقبة عمل الحكومة ونقل هموم وتطلعات المواطنين، أو في إطار الإنتاج التشريعي والدبلوماسية البرلمانية. بين المغرب وليتوانيا آفاق واعدة لتعاون في مجالات عدة تم التطرق إليها اليوم خلال استقبال رئيس مجلس النواب لوفد يمثل برلمانيات وسيدات أعمال من ليتوانيا. هدى مسهل وعدنا الهرس. بين المغرب وليتوانيا علاقات جيدة، يدور الحديث هنا حول توسيع مجالات الارتقاء بها وإعطائها دينامية جديدة من خلال فتح قنوات التبادل وتأسيس شراكات فعالة في عدد من المجالات الحيوية. نحن هنا بهدف تشجيع العلاقات الثنائية والاقتصادية بين المغرب وليتوانيا. مجالة التعاون بيننا لا زالت محدودة، نسعى إلى توسيعها وخلق شراكات في مجالات متعددة كمجال الطاقات المتجددة. أيضا لدينا تجربة بخصوص تكنولوجيا الليزر التي نود تقاسمها مع المغرب. يمكننا أيضا نسج شراكات مثمرة بمجال النسيج والقطاع الفلاحي. We also see that we can cooperate more in textile, also in agriculture sector. اللقاء الذي عرف حضورا متميزا لسيدات أعمال ليتوانيات أكد على وجود إمكانية كبيرة للتعاون المشترك بين المستثمرين المغاربة ونظرائهم من ليتوانيا، وذلك عبر نسج شبكة علاقات استثمارية واسعة تستفيد من الفرص التي تتيحها بنية الأعمال بالبلدين. رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعمل العربي المشترك تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن لمحددات هذا العمل وآليته ونجاعته ومدى تجاوبه مع المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية والتحديات التي يفرضها العصر. ذلك ما أبرزه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي نصر بوريطة في الرياض خلال ترأسه للوفد المغربي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إعدادا للدورة 29 للقمة العربية المقرر عقدها بعد غد الأحد بالظهران. خديجة الجمالي.
في الحروب لأهل السلام العربي. تنطلق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن لمحددات هذا العمل وآلياته ونجاعته ومدى تجاوبه مع المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية والتحديات التي يعرفها العصر. كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أهمية البعد التنموي في رؤية صاحب الجلالة للعمل العربي المشترك، مذكرا بخطب جلالته التي تدعو في مختلف المناسبات إلى إعطاء مضمون حقيقي لهذا العمل من خلال بلورة مشاريع ملموسة وإحداث شراكات عربية في مجالات مختلفة لجعل التنمية المستدامة وخدمة المواطن العربي وكرامته في صلب اهتمامات المنظومة العربية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سجل الضعف الذي يعتري تكتل البلدان المنضوية تحت لواء الجامعة العربية، حيث لا يوجد اليوم أي مشروع اقتصادي عربي مشترك تحت مظلة الجامعة، على الرغم من وجود اتفاقيات عربية للتبادل الحر، كما لا تتعدى التجارة البينية العربية نسبة 10%. وأضاف ناصر بوريطة أن القمة تنعقد في ظروف استثنائية يعيشها العالم العربي، أبرزها التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، إضافة إلى كثرة الأزمات بالبلدان العربية كسوريا والعراق واليمن وليبيا، أزمات غالبا ما يتم التعاطي الفعلي معها خارج الإطار العربي. وفي ذات السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن القمة العربية التي ستنعقد يوم الأحد المقبل تحمل على عاتقها الكثير من الانتظارات والتطلعات لتسهم في بلورة الحلول الملائمة وتجاوز هذا الواقع الذي يعيق مسار جامعة الدول العربية كتكتل إقليمي وازن. من المملكة العربية السعودية نبدأ جولة أنبائنا الدولية. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا في اتجاه مدينة جازان جنوب المملكة، أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صعدة اليمنية، والصاروخ استهدف بشكل متعمد المناطق المدنية والآهلة بالسكان. في الجمعة الثالثة سقط عشرات الجرحى في تجدد للمواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة. هذه المواجهة تسجل في إطار احتجاجات مسيرة العودة الكبرى التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية. مريم العفر. للأسبوع الثالث يتواصل الحراك الفلسطيني، هي جمعة العودة الثالثة وخلالها استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أكثر من 700 جريح ما بين مصاب بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. بالقرب من السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل تقدم المتظاهرون بشكل سلمي صوب أسيجة استحدثتها قوات الاحتلال توغلت خلالها لأكثر من 20 كيلومترا داخل القطاع، فصدحت الحناجر ولعل معها صوت الرصاص لم يجد الفلسطينيون من وسيلة لصده سوى الحجارة ودخان إطارات محروقة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقوات الاحتلال استهدفت نقطة طبية شرق خان يونس بقنابل الغاز مما عرقل عمل طواقم الإسعاف. هذا وتجددت المواجهات في أنحاء عدة من الضفة الغربية في وقت سابق هذا اليوم. ومنذ 30 مارس الماضي يشارك الفلسطينيون في مسيرة العودة السلمية للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم التي هجروا منها عام 48 900 ألف، ولرفع الحصار المفروض على غزة. وقد سقط في هذا الحراك الفلسطيني حتى الآن حوالي 34 شهيدا وأكثر من 3000 جريح. في الشأن السوري، ومع تصاعد ندر تدخل عسكري أمريكي في سوريا على خلفية الهجوم الكيميائي على دوما بالغوطة الشرقية، تبادل مندوبا كل من واشنطن وموسكو بمجلس الأمن الدولي الاتهامات خلال جلسة عقدت اليوم حول إفشال كل المحاولات الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية. فرح سعف.
الحرب الكلامية بين واشنطن وموسكو تنتقل إلى أروقة مجلس الأمن الدولي. روسيا استبقت جلسة مجلس الأمن بالتحذير من تكرار السيناريو الليبي والعراقي في سوريا، وقالت إن لديها أدلة دامغة على تورط استخبارات بلد أجنبي في هجوم دوما الكيميائي. من الواضح أن واشنطن تبنت موقفا قاطعا بشأن تدخل عسكري ضد سوريا، هذا لن يكون مسموحا به، وأي تطور في هذا الاتجاه ستكون عواقبه وخيمة بالنسبة للأمن الدولي، خصوصا مع التواجد العسكري الروسي في سوريا. المحاولات الروسية لإغلاق باب أي هجوم عسكري أمريكي غربي محتمل في سوريا قوبلت بحديث مندوبة واشنطن عن دنو ساعة الضربات العسكرية ضد الحكومة السورية، في ظل إجماع فرنسي أمريكي بريطاني على استخدام نظام الأسد السلاح الكيميائي ضد المدنيين في دوما. نعلم أن الأسد استعمل السلاح الكيميائي في الحرب في سوريا أكثر من 50 مرة. كل ما تمثله الأمم المتحدة يتم ضربه بعرض الحائط في سوريا بمساعدة بلد دائم العضوية في هذا المجلس. وقبيل جلسة مجلس الأمن وافق مجلس الوزراء البريطاني على ما وصفه باتخاذ إجراء في سوريا لضمان عدم استخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية، وذلك في أعقاب اتصال بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه على تواصل أيضا مع نظيره الفرنسي بشأن هذه القضية. دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الأحزاب إلى التوافق في أسرع وقت لتشكيل حكومة، وذلك إثر جولة ثانية من المشاورات لم تحرز أي تقدم، ومنح ماتاريلا نفسه بضعة أيام من أجل تقييم كيفية الخروج من المأزق. هجوم للطالبان على نقاط أمنية في إقليم هورات غرب أفغانستان يتسبب في مقتل 10 من قوات الأمن. الحادث يسجل بعد أيام انفجار وقع في نفس المنطقة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 بينهم 4 أطفال. في تفاعلات عملية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال، كشف ملخص لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن روسيا هي مصدر غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم سكريبال، لكن المنظمة التي أصدرت التقرير في لندن لم تحقق بشأن الجهة التي نفذت الهجوم. بمدريد اجتماع حول الهجرة للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية. خلال الاجتماع 17 لهذه المجموعة أعرب المسؤولون المغاربة والإسبان عن ارتياحهما إزاء جودة التعاون الثنائي في هذا المجال وتقاسم رؤيتهما بشأن التحديات المشتركة في مجال الهجرة ومحاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، لا سيما تهريب المهاجرين والاتجار في البشر. تخليق منظومة العدالة مدخل حقيقي لتخليق الحياة العامة، محور ندوة علمية بالرباط أجمع المشاركون فيها على الدور المحوري الذي تطلع به السلطة القضائية في حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته. أحمد العلوي ويسيل المعزي. تخليق منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية مدخل أساسي لحماية الحقوق وضمان الحريات، من هنا تبدو أهمية هذه الندوة العلمية حول تخليق منظومة العدالة، حيث كانت الودادية الحسنية للقضاة سباقة لإصدار مدونة للقيم القضائية سنة 2009. وتفعيلا لهذا المدونة وإنزالها على أرض الواقع عملنا هذه السلسلة ديال الندوات، ومن خلالها اللي كنسعوا على أن لأن الأمر يتعلق بمنظومة العدالة بكاملها، وبالتالي أن تحدو المهن القضائية حدو الودادية في إنشاء مدونة خاصة بكل مهنة، ولما لا مدونة تشمل جميع المهن القضائية، ومن خلالها أولا تحسيس المسؤولين أو المعنيين بالتخليق، وكذلك انعكاس على المواطن. اللقاء أكد على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية والممارسات الفضلة من طرف العاملين بالمرافق القضائية كشرط ضروري لتحقيق العدالة وإرساء دولة الحق والقانون.
التظاهرة احتفت أيضا بالمرأة العاملة في مجال العدالة تقديرا لجهودها في إرساء قيم العدالة وتخليق منظومتها. بهدف تحسين الخدمات في مجال التعمير والعقار، وقعت اليوم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اتفاقيتان للشراكة ترومان توعية المواطن بإجراءات التبليغ عن الفساد وكذا تبسيط المصادر في قطاع التعمير والعقار. زكية بلقاس ومحمد تونينة. شراكة جديدة تضع أسسها الاتفاقيتان اللتان تؤطران العمل لأجل إعداد وتنفيذ خطة للتواصل حول استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة، ولأجل وضع ونشر دليل مرجعي خاص بالخدمات المقدمة للمواطن في مجالات التعمير والعقار. هدف نادى الدليل وبناء واحد العلاقة ما بين المصالح ديال الوزارة ديالنا والمتفقين مبنية على الشفافية واستراتيجية التواصلية. الهدف منها هو تكريس روح ديال الانفتاح على المتفقين. مشاريع أساسية من خلال هذه الوزارة ديال إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعبر عن الانخراط ديالها الجاد في استراتيجية الوطنية أولا لمحاربة الفساد، لكن أيضا في البرنامج الحكومي للنهوض بالإدارة ولتأهيلها ولتجويد خدماتها. مشروع العمل الموقعان اليوم يحظيان بدعم صندوق تحديث الإدارة العمومية الذي يفعل برنامج إصلاح الإدارة لسنوات 2017-2021. تفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى رقمنة الخدمات الإدارية، انطلقت اليوم رسميا بالوكالة الحضارية صخيرة مرة خدمات الوكالة الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية بادرة هدفها تسهيل الوصول إلى المعلومة وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين. حنان أرسلان وسعيد إجاسي. الوكالة الحضرية لصخيرة تمارا طورت من خدماتها للمرتفقين عبر بوابتها الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات رقمية مبرمجة بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام. الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة تم اليوم في حفل عرف بالإمكانيات المتاحة عبر بوابة الوكالة. إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة نصره الله أكتوبر 2016، وكذلك تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي يهم المخطط المغرب الرقمي. كانت الوكالة الحضرية من بين الإدارة السباقة إلى رقمنة الخدمات على مستوى الوكالة الحضرية. تتوفر الوكالة الحضرية لصخيرة تمارا على مجموعة من التطبيقات الإلكترونية، ونخص بالذكر معالجة الشكايات وتسليم مذكرات المعلومات التعميرية. ولقد لقيت هذه الخدمة استحسانا كبيرا لدى من طرف المهندسين المعماريين، المهندسين المساحين الطبوغرافيين والموثقين وكذا جميع المهنيين. البوابة الإلكترونية للوكالة الحضرية لصخيرات تمارا تمنح أيضا خدمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها مع تقديم نتائج دراسة ملفات طلبات الترخيص وغيرها من الخدمات. نتوقف اللحظة عند محاور الفقرة الاقتصادية ويسير العمراني. مساء الخير يسير. مساء الخير نادية. إذن البداية من أكادير حيث اختتمت فعاليات مؤتمر المشروعات الصغيرة. يسير، ما هي أبرز التوصيات؟ إذن المؤتمر تواصلت أشغاله على مدى يومين وعرف مشاركة أزيد من 400 مشارك، ومع ختام الفعاليات خرج المؤتمرون بمجموعة من التوصيات والتي تدعو في مجملها إلى دعم المستفيدين من المشروعات الصغيرة، إلى جانب وضع آليات تتبع لسير هذه المشروعات. المتابعة للحبيب العسري ومبارك زماني. هي الجلسة الختامية لمؤتمر المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة رافد للتنمية، جلسة خصصت لتقييم أشغال المؤتمر والتنويه بالجهود التي بذلها المشاركون الممثلون لأكثر من 50 بلدا في ورشات وجلسات المؤتمر.
الملتقى كان فرصة أولا لتبادل التجارب بين مختلف الدول المشاركة، الدول العربية، مصر، المغرب، السودان، بعض الدول الأخرى، على مستوى تمويل المشاريع الصغرى ودعم الأسر المنتجة. وهي تجربة اللي مهمة جدا باعتبار أنه هذا النوع من المشاريع هو يشغل أكثر. وهنا تم عرض تجارب ناجحة في لتعاونيات تعمل في تدوير النفايات، تجارب فيها ابتكار، فيها مساهمة ديال الشباب، وفيها مساهمة ديال رفع التحدي ديال التشغيل اللي هو الأساس. المؤتمر خلص تشغيله لمجموعة من التوصيات التي تؤكد على أهمية المشروعات الصغرى والأسرة. من ضمن التوصيات كذلك دعوة وتشجيع المانحين والممولين أفرادا ومؤسسات وحكومات إلى زيادة حجم المبالغ المقدمة لصناديق التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. تختتم إذن أشغال هذا المؤتمر المنعقد بجهة سوس ماسا في دورته الثالثة التي عرفت نجاحا كبيرا بعد أيام من النقاش وتبادل التجارب، والهدف البحث عن روافد جديدة للتنمية المحلية يكون أساسها العنصر البشري. بمدينة ورزازات مؤتمر دولي ثاني حول الرأسمال البشري والتسويق الترابي. من المنتظر أن يشارك في هذا المؤتمر 300 باحث متخصص في التنمية الترابية وتثمين الرأسمال البشري بهدف البحث عن الآليات الضرورية لجعل الإنسان في صلب العمليات التنموية بالمجالات الواحية والجبلية. في المتابعة عبد المجيد حلاوي وحمزة السايح. المشاركون في هذا اللقاء العلمي بورزازات كان همهم الجواب عن سؤال هام: كيف يمكن تثمين الموارد الترابية في الواحات والجبال والمناطق الهشة وجعل الإنسان في صلب التنمية؟ المتدخلون أبرزوا قيمة هذا التثمين في جلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل. هناك نقاط مشتركة بين مناطق المدينة المنورة التي أعمل بها وبهذه المناطق، وخاصة فيما يتعلق بالواحات. طبعا الهدف هنا انه يكون في هناك تبادل علمي. هناك في بعض الاحيان مشاكل مرتبطه بخصوصيات الواحه، هناك تشابه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار لكي نتوصل الى ما يجب فعله وما علينا تجنبه. احنا من الجنوب شرق الجزائر، بالتالي تقريبا المناخ راهو والجغرافيا مقاربه نوعا ما ما بين المنطقه اللي نسكن فيها اللي هي منطقة واحاتية مع ورزازات. واحات المنطقة مصنفة ضمن التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وهو تصنيف يشجع على الاهتمام أكثر بهذه الواحات. الرأسمال البشري ولا الرأسمال البشري الترابي وعنده علاقة وطيدة وكيتكون من ثلاث أنواع، اللي هو الرأسمال الاجتماعي والرأسمال الاقتصادي اللي عنده قيمة مالية والرأسمال الثقافي. سنحاول الخروج بمجموعة من التوصيات المهمة اللي تجعلنا التراث المادي واللامادي في قطرة التنمية المستدامة. خبراء من السودان، البرتغال، فرنسا، بريطانيا، أمريكا ومن دول أخرى حاضرون بورزازات، كل منهم يحمل تجربة بلاده الخاصة قصد التبادل والمقارنة والإغناء. ياسر، لازالت فعاليات المعرض الدولي للسيارات 2018 متواصلة بالدار البيضاء، والملاحظ هو تسويق السيارات الكهربائية. بالفعل نادية، السيارات الكهربائية التي لا يتجاوز عددها بضع مئات بطرقات المغرب، وذلك بالرغم من التحفيزات التي تقوم بها الشركات المتخصصة في بيع هذا النوع من السيارات. معرض أوتو إكسبو يعد فضاء لتسويق هذا النوع من السيارات وفرصة للمهنيين من أجل الرفع من مبيعاتهم، كما سنتابع في هذا الروبورتاج لليلى عسلي وسفيان الإبراهيمي.
لشراء سيارة جديدة يجد الزبون نفسه أمام قرارات محيرة بغية اختيار واحدة ذات محرك مناسب لاحتياجاته. السيارة التي تعمل بمحرك الغازوال تعد الخيار المفضل لدى العديدين، ف70% من حضيرة السيارات الوطنية و93.3% من السيارات المقتنة خلال سنة 2017 هي ذات محرك غازوال. الهدف ديالي هو نلقى شي فواتور اللي بيان سور ديزل باسكو اكطوالمون عندي اون فواتور اسانس كي كونسوم بوكو سياره اسانس كنسهل اكثر اي دونك سي كوتو دونك شويه عاوتاني هذا دونك اون بريفير ديزل. واذا كانت توفير النفقات من استهلاك الوقود هو من بين اهم الاعتبارات التي يعتمدها المستهلك، فهناك من زوار معرض السيارات اوتو اكسبو من يضع الحفاظ على البيئه على راس قائمه اختياراته باختيار سيارات ذات محرك اخضر. كنشوفوا واش كاين واش في الامكان ديالنا نشيروا هادشي ديال الكتريك ولا هيبريد ولا هذا ونخرجوا شويه من المحروقات بحال الديزل بحال ليسونس. هذا بغينا نشوفوا بعدا اش كاين اش كاي بروبوزي واش كاين مساعدات واش كاين شي الحاجه اللي غتدفعنا نشريو ونخمو في وليداتنا وفي المناخ. ومواكبة منهم للتطور التكنولوجي حرص سواء المستوردون أو المصنعون المشاركون بهذه التظاهرة على عرض سيارة صديقة للبيئة، إذ يراهن مهنيو القطاع على إنعاش مبيعات هذا الصنف من المركبات والتي لم تتجاوز بعد 500 سيارة. تقدم لنا منتجات صديقة للبيئة منهم سيارات فاخمة اللي كتستعمل محرك بنزين وبالضوء، يعني هذا كيعني ان المحركات الملوثه اللي هي ديزل ما غاديش تبقى عندنا من 2019 ان شاء الله. في 2020 ان شاء الله يوغانش غيتبدل ان شونجمون راديكال في ليكوسيستيم ديال الاوتوموبيل، غيوليو ليسونس l'hybride électrique partout. D'ailleurs, le Maghreb, tbarakallah, il a réussi à avoir le numéro 1 mondial de la Chine en électrique. Et demain, inshallah, on va tout faire pour avoir dans le Maghreb une usine de voitures électriques low cost. وقصد التشجيع على اقتناء هذا الصنف من السيارات اعتمد المغرب عدة امتيازات جمركية وضريبية، كما يعتزم انشاء اول مصنع للسيارات الكهربائية على مستوى قارتنا الافريقية. نسب بورصة الدار البيضاء والبورصات العالمية في آخر تداولات هذا الأسبوع نتابعها الآن. بهذا إذن تنتهي آخر اقتصادية في هذا الأسبوع، والآن نعود إلى نادية. شكرا لك ياسر. ونواصل بأحوال الطقس. نشرة إنذارية تتوقع فيها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يتواصل هطول التساقطات الثلجية الكثيفة بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير التي يفوق علوها 1500 متر إلى غاية منتصف هذه الليلة، كما يتوقع نزول زخات مطرية قوية عاصفية إلى غاية السادسة من صباح غد السبت بالسواحل والسهول الشمالية الغربية منطقة طنجة الريف، رياح معتدلة محليا قوية تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة بشمال المملكة الغرب المرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية.
وإلى غاية السادسة من صباح اليوم سجلت تساقطات مطرية بمختلف مناطق المملكة، وكانت أعلى نسبة بشفشاون حيث سجلت 59 ملمترا بباب الرد، 29 ملمتر بالرباط وسلا، 24 ملمتر بإفران، 19 ملمترا بتطوان وتازة، 18 ملمتر بمكناس، 13 ملمتر بمراكش، 11 ملمتر سجلت بوجدة. وعلى غير عادتها في فصل الربيع تساقطت أمس كميات هامة من الثلوج على إقليم إفران وبلغت بمنطقة مشلفن 10 سنتيمترات في القمة وثمانية في السفحة. ربورتاج زين أيتلامين وأحمد الفضيلي. الطريق إلى إفران تحفها الثلوج من كل جانب، ولى الطقس الصحو وتراجعت خيوط الشمس وتلبدت السماء بالغيوم. توارى الربيع أمام سطوة الشتاء. لإفران سحر خاص حين ترتدي الغابات والبحيرات والجبال رداء أبيضا. التراشق بكومة الثلج يخلق المتعة بين زائر المدينة. كاين مناظر خلابة طبيعية زوينة، وجبنا الوليدات هما يستمتعوا بهذه المناظر ديال الطبيعة، وباش ينساو الهم ديال القراية باش يبداو عاوتاني دراسة من جديد إن شاء الله. هاد العطلة مع عمري ما غنساها لحقاش شاهدت بها كانوا فيها فصول متعددة، كانت شتا الشمس الثلوج، ورغم داك البرد القاسي ما دازت على أحسن ما يرام. جابني بابا لهاد المنطقة ديال إفران، تمتعت بالثلوج ومسخيتش نخرج منها. عطلة بطعم الشتاء في فصل ربيعي، لهو ومزحة، ما عليك إلا المراوغة حتى تتقي كومات الثلج المنهالة من كل صوب. جينا من الرباط واغتنمنا الفرصة ديال العطلة وجينا هنا لإفران باش الدراري يتمتعوا شوية بهذه الطبيعة، والحمد لله على ربي عطانا هذا الخيرات هذه. يس أنا وماما وبابا وخويا جينا لهذه المنطقة الخلابة الجميلة، وجيت في هذه العطلة باش نتمتع بهذا المنظر الجميل اللي فيها، ما سخيتش نخرج منها كاع. لقينا الأجواء الحمد لله زوينة رائعة بزاف، وأول مرة كتسقط علينا الثلوج، حنا فرحانين بهذا الشيء هذا. استعاد مشليفاً سريعاً رداءه بعد فترة هدوء لم تستمر طويلاً. عادت المزلجات تسابق الريح، لا يكسر صمت الجبل سوى قهقهات ومرح المتزلجين. إفران كعادتها آسرة ومدهشة في كل الفصول. تساقطات مطرية مهمة تعرفها المناطق الشمالية للمملكة خلال هذه الفترة أثرت إيجابا على كل من الفواكه والخضروات والزراعات الكلائية، ويتوقع الفلاحون موسما فلاحيا جيدا، كما سنتابع من إقليم تطوان في ربورتاج فن الشك العلوي عبد العالي الجنوني وعز الدين أبو جيوش. الفواكه كما الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها إلى جانب الخضر والمزروعات الكلائية بإقليم تطوان استفادت من وقع تساقطات مطرية مهمة عرفتها المنطقة وتتواصل في فترة يحتاجها الفلاح من أجل محصوله. وقع إيجابي للتساقطات المطرية بتطوان يؤكده الفلاحون بالنظر لتأثيرها على منتوجهم. تساقطات مزيانة اللي إن شاء الله دي تساعدنا باش يكون موسم فلاحي مزيان، وغادي يكون إنتاج إنتاج مزيان. بالنسبة لنا مزيانة بزاف، يعني كاينين بعض المنتوجات اللي إن شاء الله يلا ناويين نعدلوها بحال الفصة. الأمطار عادت علينا بالخير إن شاء الله، وفي الساعة السنبولة الزرع الحمد لله باش الزرع إن شاء الله يكمل يضمن العام ديالو إن شاء الله. في هذا الوقت هذه الفلاح إن شاء الله باش يزرعوا الحميص والتركية والذرة ويزرعوا البصلة. غيث نافع ميز إقليم تطوان خلال هذه الفترة، وقعه يتعدى سقي المزروعات بمختلف أنواعها ليؤثر إيجابا على المخزون المائي للفرشة المائية، مما يعود بالنفع على الفلاح خلال فصل الصيف ويبشره بمحصول وفير. عرف الموسم الفلاحي الحالي تساقطات مطرية مهمة ومنتظمة وصلت إلى حد الآن ما يناهز في المعدل 650 ملم، منها ما يناهز 40% منذ انطلاق شهر مارس. لها أثر إيجابي على الزراعات الخريفية التي تناهز 39 ألف هكتار
وكذلك لها أثر إيجابي على الزراعات الكلائية اللي كتشكل تقريبا 6000 هكتار، وإن شاء الله غادي يكون عندها أثر إيجابي كذلك على الزراعة الربيعية. زراعة خريفية وربيعية إذن طالها التأثير الإيجابي للتساقطات المطرية بمجمل إقليم تطوان، لترتفع معها الأمال في موسم فلاحي جيد هذه السنة. في الأنشطة الحزبية، عقد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أشغال مؤتمره الرابع الذي تميز بمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض غدا على المؤتمرين للمناقشة والتعديل والتصويت. سعيد غنام وعبد العلي عيد. اليوم الأول من أشغال المؤتمر الرابع لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والمنعقد تحت شعار أي نموذج تنموي وأية منظومة تربوية أمام تحدي الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، تدرست من خلاله لجان المؤتمر وثائق الأرضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستعرض على أشغال المؤتمر يوم غد للمناقشة والتعديل والتصويت من أجل اختيار الهياكل المؤطرة للحزب. الدور اللي يمكن يلعبه الحزب في المشهد السياسي، وشنو كذلك الحزب الرؤية دياله السياسية بالنسبة لهذا النموذج التنموي اللي اليوم كل كيناقشوه. هذا كلهم نقاط غادي سيناقشونا اليوم إن شاء الله في هذه اللجان، على أساس أن غدا إن شاء الله في المؤتمر تم المصادقة عليه وتكون انطلاقة جديدة إن شاء الله بالنسبة للحزب في أفق الاستحقاقات ديال 2021، وفي أفق كذلك التحديات اللي كيعرفها المغرب في قضيته الوطنية وفي مصيره يعني مع خصوم الوحدة الترابية. كل هذو مواضيع غتناقش اليوم في هذه اللجان، على أساس كما قلت لكم كنعاود كذا على أن المؤتمر هو اللي غادي يقرر غدا إن شاء الله في جميع التوصيات اللي غادي تقترح عليه وغتقدم أمامه. الإصلاح المؤسساتي، قانون الجماعات، قانون الجهوية المتقدمة، التنمية الاقتصادية وقضية وحدتنا الترابية من بين المواضيع التي ستطرح للنقاش ضمن أشغال المؤتمر الرابع لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. في الرياضة، أعلنت لجنة ترشح المغرب 2026 انضمام اللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس دا سيلفا روشا إلى اللجنة كسفير لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2026. وذكر بلاغ للجنة المغرب 2026 أنه بالإضافة إلى المساندة غير المشروطة التي يحظى بها ملف المغرب من جانب نجوم وأساطير كرة القدم المغربية إلى قائمة سفراء الترشيح المغربي، فإن انضمام روبرتو كارلوس إلى قائمة سفراء الترشيح المغربي التي تضم أبرز رموز ونجوم كرة القدم الإفريقية سيعزز الملف المغربي. رياضيا، فاز الإيطالي ماركو كوليدن اليوم بالمرحلة الثامنة لطواف المغرب للدراجات التي ربطت بين مدينتي أكادير والصويرة على مسافة تعدت 166 كيلومترا، ما طبع هذه المرحلة انسحاب المنتخب الوطني من باقي مراحل الطواف. عبد الحق شرات، عبد افتح زوين وهند خليفة. دقائق قليلة قبل انطلاقة مرحلة اليوم بين مدينتي أكادير والصويرة لم تكن الأجواء إيجابية لدى الدراجين المغاربة، إذ كانت تلوح في الأفق بوادر توترات مرتقبة من طرفهم للانسحاب الجماعي من المنافسات، رغم المساعي الحميدة التي بذلت من طرف مسؤولي الجامعة الملكية المغربية للدراجات والتقنيين. فلما حلت ساعة الانطلاقة المحددة في 11 صباحا كانت دهشة المنظمين كبيرة، إذ رفض الدراجون المغاربة الدخول في المنافسة مما عطل الانطلاقة بحوالي ربع ساعة، فكان تدخل الحكم الرئيسي لهذا الطواف التشيكي ميروسلاف جانوت حازما بالتأشير للقافلة لمواصلة هذا الطواف في غياب كل للدراجين المغاربة أمام استغراب كل المتتبعين. هذا القرار هذا جاء مفاجئ صراحة، ما بغيناش لأن طواف المغرب يزيد علينا وزيد على المغاربة كاملين، لكن للأسف دائما كتعرفوا كاين عقبات في الرياضة كلها، كندخلوا للطواف المغرب ولا بنفسية يعني تأثر بزاف، لا من ناحية ديال القطع الغيار ولا الأمور بسيطة ما كتوفرش عندنا صراحة. وكنعتذروا لجميع المغاربة وجميع الناس اللي كينتظروا أن الفريق الوطني يحقق نتيجة في الطواف، فاحنا الحمد لله بالنسبة للقوة البدنية راه مهيئين، ولكن نفسيا ما مهيئينش بتاتا. تنتأسفوا جدا على هذا القرار اللي خذوه السباقين 11 اللي بعدم إكمال السباق بعد 7 المراحل، وحنا كمكتب جامعي عملنا كل شيء نحن والوزارة وجميع المسؤولين على توفير جميع الحاجيات اللي تطلبها سباق الدراجات
واللي تطلبها الفرق الوطنية. جميع الأمور متوفرة، ولكن احنا لازلنا لم نفهم بأن ماذا وقع، ولذلك هناك أيادي خفية كانت تعمل في الخفاء لإفشال هذا الطواف المغرب، سيما وأن الدراجة المغربية عرفت نجاحات كبيرة بفضل هذا المكتب، بفضل الجميع. هذه 10 ديال الطوافات التي نظم هذا المكتب، ما عمر هذا المشكل وقع، ولذلك نحن فتحنا تحقيق أولي اللي غادي نبداو فيه. انسحاب الدراجين المغاربة بالتأكيد يخدش كبرياء الدراجة المغربية التي أعطت على مر التاريخ أسماء بارزة، خصوصا كل ظروف مواتية لتتمة منافسات هذه الدورة في أجواء جد إيجابية، وبالتأكيد سيتم فتح تحقيق في الموضوع لاحقا لمعرفة ملابسات وتداعيات هذه السابقة. على امتداد 166 كيلومتر كانت المنافسة قوية، إذ بعد الخروج ب 30 كيلومتر من مدينة أكادير انسلت كوكبة المقدمة مشكلة من 5 دراجين، من بينهم الإيطاليين ماريزغو جاكوب وكوريدان ماركو، الفرنسي أورسو كليمو، والبريطاني تيبر جاكوب. الوضع ظل على هذه الوتيرة حتى الاقتراب تدريجيا من مدينة الصويرة، إذ تمكن الدراج الإيطالي كوريدان ماركو من الاستيلاء على الجميع متجاوزا خط الوصول بتوقيت 4 ساعات 36 دقيقة و50 ثانية، وبفارق 4 دقيقة حل مواطنه ماريزغو جاكوب ثانيا الفرنسي أورسو كليمو، ثالثا فيما عادت الرتبة 4 للبريطاني تيبر جاكوب. المرحلة كانت صعبة بمرتفعاتها ومنحدراتها وبالرياح القوية كذلك التي عاندت طويلا قافلة الطواف. سخاء كبير في العطاء لزملائي الذين حصروا الخصوم، عبد الطريق أمامي للفوز بهذه المرحلة لأنني مختص في السرعة النهائية. القميص الأصفر دائما في حوزة الفرنسي ريفيير دافيد، القميص الأخضر في متناول الإيطالي ماريزغو جاكوب، القميص الملقط أحسن متسلق يرتدي حاليا الدراج الفرنسي ماتر فلوريون. منافسات هذا الطواف متواصلة غدا بإجراء المرحلة ما قبل الأخيرة، وستربط بين مدينتي أسفي والجديدة في مسافة 151 كيلومتر. توج العداء المغربي رشيد المرابطي بلقب النسخة 33 لماراثون الرمال. الترتيب العام منح الرتبة الثانية لمحمد المرابطي ليتوج المغرب فرديا وجماعيا. خالد شخمان ومصطفى ودة. رشيد المرابطي توج بطلا من دون منافس حقيقي ليضمن لقبه السادس والخامس على التوالي. التتويج بماراثون الرمال جعله مؤهلا ليشارك في بطولة العالم لسباقات التحمل التي تجرى عبر مراحل في عدد من دول العالم. ففزنا على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الفريق، فأنا جد سعيد وتنهدي هذا الفوز هذا للرياضي الأول صاحب الجلالة والمغرب والمغاربة كاملين. فكما تتعرفوا فالحمد لله أنا فزت بماراثون الرمال تيعطيني بزاف ديال النقاط باش نشارك في واحد التورنوا اللي تيقولوها وولد تور، اللي فيها عده ماراثونات في فرنسا، جابون، تركيا، استراليا. مرحله اليوم التي دخلها رشيد المرابطي رابعا خاضها من اجل التتويج في الترتيب العام الجماعي ايضا، ما جعله يثير عبد القادر معزيز على نفسه ليدخل الاخير اولا متبوعا بمحمد المرابطي. الحمد لله ان تنهدد الفوز للمغاربه كاملين وصاحب الجلاله الملك محمد السادس، والحمد لله كما كتعرفوا موجودين بالمنطقه ديال الافران مزيان هذا العام. الحمد لله وجدنا مزيان ما فيه الكفايه مع الحاج معزيز، والحمد لله هذه هي نتيجه. وسط ابطال من 49 دوله التتويج كان مغربيا في الترتيب الفردي والجماعي، وهي نتيجه كانت في كل الاحوال منتظره. بوجدة نظم نادي الفروسية للقوات المسلحة الملكية الدورة الثانية لسباق القدرة والتحمل بمشاركة جل الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية. قائمة بالعشي ورشيد العتابي. تعتبر سباقات القدرة والتحمل من أصعب السباقات الفروسية، وتبعا لقوانين التباري يستوجب على الخيول أن تجتاز الفحص الطبي ونقاط المراقبة بنجاح. وبفضاء غابة بن وكيل بوجده بعد نجاح الدورة السابقة، اجتمع أجود الفرسان من جديد للمشاركة في محطة من منافسات البطولة الوطنية للقدرة والتحمل، مناسبة لهؤلاء المشاركين لاستمتاع بجمالية طبيعة المنطقة. الانديرونس فيها متعة، فيها الطبيعة، فيها الجبال، فيها الويدان، فيها علاقة مع الحصان ديالك في الطريق. خص الفارس والفارس يديروا واحد المسافة اللي تتكون طويلة وما تتعداش في الدورة
40 كيلومتر وتيجي تيدخل بواحد الحصان ديالو اللي تيمكن له يتحمل المسافات الطويلة. التدهور تضمن 3 سباقات ولأول مرة 90 كيلومتر. المرتبة الأولى عادت ليوسف الزين صحبة الفرس الشرات وينتمي لنادي الفروسية للقوات المسلحة الملكية بوجدة. بالنسبة لمسافة 60 كيلومتر فقد تمكن منير إحسان وينتمي لنادي الحرس الملكي من الفوز بالمركز الأول. في مسافة 40 كيلومتر المرتبة الأولى عادت لمجيد دحان. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في هذه المحطة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية للقدرة والتحمل. قبل توديعكم نذكر بالعناوين. قضية الصحراء المغربية، إجماع وطني وتعبئة متواصلة ضد كل مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة. التعبئة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية المملكة تتصدر برنامج عمل البرلمان بمجلسيه خلال افتتاح الدورة التشريعية الربيعية. تساقطات ثلجية ومطرية هامة تشهدها العديد من مناطق المملكة، والأرصاد الجوية الوطنية تتوقع استمرار الطقس الماطر إلى غاية 6 من صباح الغد. تتويج العداء المغربي راشد المرابطي بطل الدورة 33 لماراثون الرمال في أعقاب المرحلة 5 والأخيرة. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.